ثم إنك قلت التراويح وقيام رمضان. يعني أقصد قيام آخر الليل. فالتراويح في الحقيقة هي من قيام رمضان. نعم نعم وكثير من الناس يظنون أن التراويح شيء وقيام رمضان شيء آخر. نعم. والواقع أن التراويح من قيام رمضان. ومن أجل المفهوم الخطأ الذي أشرت إليه أن التراويح غير القيام، صار كثير من الأئمة مع الأسف الشديد لا يعتنون بصلاة التراويح من حيث الطمأنينة، فتجدهم يسرعون فيها إسراعا بالغا، يخل بالطمأنينة بالنسبة للمأمومين. نعم. ويشقون عليهم أيضا، وهذا أمر حرام عليهم، لأن ترك الطمأنينة إذا كان الإنسان يصلي لنفسه هو حر، بمعنى أنه لا بأس أن يسرع إسراعا لكنه لا يخل بالطمأنينة. أما إذا كان خلفه أحد فإنه لا يجوز أن يسرع بهم ذلك الإسراع، لأنه الآن مؤتمن عليهم. فالواجب عليه أن يتأنى بحيث يؤدي المأمومون أدنى الكمال. ففرق بين من يصلي لنفسه ومن يصلي لغيره. وقد ذكر العلماء أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، والذي أرى أنه يحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن. لماذا؟ لأنه أمين يتصرف لنفسه ولغيره، فالواجب لمن يتصرف لغيره أن يتبع ما هو أحسن، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فيجب على هذا الإمام على الأقل أن يتأنى بحيث يأتي المأمومون بأقل ما يسن. أما أن يسرع تلك السرعة فهذا حرام عليه. وقد حدثني من أثق به أنه ذات يوم بل ذات ليلة دخل إلى مسجد فوجدهم يصلون صلاة التراويح على الوجه الذي ما عرف عند الناس من السرعة. يقول فلما كان في الليل رأيت في المنام أني دخلت على أهل هذا المسجد وكأن فإذا هم يرقصون رقصا، كأن هذا والله أعلم إشارة إلى أن صلاتهم أشبه باللعب منها بالجد. فأحذر إخواني الأئمة من هذه السرعة التي اعتادها كثير من الناس، وأقول لهم ليحافظوا على العدد المشروع في التراويح وهو 11 ركعة أو 13 ركعة بالطمأنينة والتأني ليؤدي الصلاة على ما ينبغي. وإن زادوا إلى 23 فلا حرج، لا نقول بالمنع، لكن الحرج هو السرعة التي تمنع المأمومين فعل ما يسن.